يمثلون امتدادات تاريخية. إذا أردنا ألا تتكرر التجربة يجب أن تتضح الحقيقة. صدام لا يمثل فرداً، يمثل منهج في الحكم. إذا أنتم تكتمتوا على جرائم صدام والبعثيين، يعني هيأتم الأرضية لظهور صدام آخر وبعث آخر. لابد أن يدان، لابد أن تثبت جرائمه في التاريخ، لابد أن تكتب ألوف المجلدات في إدانة هذا النظام حتى لا يتكرر هذا النظام. هؤلاء الأفراد لهم امتدادات تاريخية.